قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفد. قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفد. لست أنساه يناجي ربه والدجى مد رواقا وحقد. قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفد. لست أنساه يناجي ربه والدجى مد رواقا وعقد. شو يسوي الإمام؟ يرقب النجم، يرقب النجم ويدعو قائلا إن هذا ما به الهادي وعد. يا علي، الليلة ليلة رثاء مو ليلة محاضرة، ولهذا حصة المحاضرة راح تكون قليلة الليلة. صار لنا ما أدري 16 ليلة، 17 ليلة محاضرات ونعي ماكو. تحملون هاي الليالي الثلاث نخليها لجرح إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا اللي ما يذكر مصاب في السنة إلا مرة واحدة. قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفد. لست أنساه يناجي ربه والدجى مد رواقا وعقد. الدجى الليل يرقب النجم، هذه الليلة يرقب النجم ويدعو قائلا إن هذا ما به الهادي وعد. ثم لما أن قضى ليلته ساهر الجفن بطرف ما رقد، بطرف ما رقد. ثم لما أن قضى ليلته ساهر الجفن بطرف ما رقد. صار بعدين جاء يسعى والقضاء يرصده إن للموت عيونا ورصد. وتراءى الموت، وتراءى الموت بالباب له. يا علي ما أعرف شلون أقرأ لي يا أمير المؤمنين، والله مصيبة. أنا 10 سنين شهر رمضان في البحرين، ليالي الأمير أقرأها في البحرين. هاي 10 سنين أو 11 سنة ليالي الأمير أكون في البحرين، وأقولهم لأهالي البحرين مجلس يكون عظيم هناك من 20,000 أكثر حضورا. أقولهم لأهل البحرين 10 سنين أعيد نفس الكلمة، أقولهم ما أتحير يوم العاشر مثل ليالي أمير المؤمنين، أقسم بالله. والسنة هم أعيد هاي الحكاية، يعني أجد حيرة في قراءة مصرع أمير المؤمنين سلام الله عليه. يوم العاشر ما أتحير مثل هاي الليالي الثلاث، أشيل لها هم أكثر من أي مناسبة في السنة كلها. صعب، هذا أبو الأئمة، هذا سيد السادة، هذا عظيم العظماء، هذا مولى الموالي، هذا سيد الأوصياء، هذا سيد الكون بعد رسول الله، هذا علي أمير المؤمنين. شو تقول يعني؟ صعب. قل لشهر الله قد أفجعتنا بأبي السبطين والصبر نفاد. لست أنساه يناجي ربه والدجى مد رواقا وعقد. يرقب النجم ويدعو قائلا، شو يقول؟
إن هذا ما به الهادي وعاد، ثم لما أن قضى ليلته الليلة ساهر الجفن بطرف ما رقى، جاء يسعى والقضاء يرصده، إن للموت عيونا ورصد. وترى الموت بالباب له، شلون بالباب؟ وترى الموت بالباب له حين للمئزر عند الباب شاي. اجدد حيازيمك مو حين للمئزر عند الباب شاد، وأتى المسجد مقتولا علي، وأتى المسجد مقتولا وفي وجهه ضوء القناديل خمد. عجيب، كل ما يمر على ضوء ينطفي. الإمام يقول اليوم شكو، الوضع مو طبيعي. وأتى المسجد مقتولا وفي وجهه ضوء القناديل خمد خمد. اي والله، وابتدى الفرض، وابتدى الفرض، فصلى السيف في رأسه وعليا، وابتدى الفرض فصلى السيف في رأسه يهوي على جرح ابن وأد، ونعاه جبرائيل قائلا هدمت والله أركان الرشاد. ونعاه جبرائيل قائلا هدمت والله أركان الرشاد. علي وسفى الشمس تطفئ، والله ما أريد أخلص دموعكم قبل المصرع، المصرع دموعكم من المصرع أريدها، بس هي ليلة مصيبة شو أسوي، مو بيدي. علي وسفى الشمس تطفئ، حرمات يا أبا الحسن. علي وسف الشمس تطفى وبدرنا ينحجي بنوره، علي وسف الشمس تطفى وبدرنا ينحجي بنوره، علي وسف النجوم تغيب وبية الله انهدم سوره، علي وسف الشمس تطفأ وبدرنا ينحجب نوره، علي وسف النجوم تغيب وبيت الله انهدم سوره، علي الإسلام قام يصيب حقه كنت ناطورة ناطورة يا علي، علي الإسلام قام يصيح حقه كنت ناطورة، علي كل عين دم تسيل والله عليك معذورة، علي كل عين دم تسيل والله عليك معذور يا علي. يا مولود بيت الله، يا مولود بيت الله يا علي،
ويا مطبور بالمحراب، يا مولود بيت الله، ويا مطبور بالمحراب.